السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اخواني اخواتي، لاباس عليكم. اليوم نطرق لكم واحد الوصفه خلونا الشيوخ رحمه الله، الشيوخ الحكماء ارباب الزوايا اهل الحكمه واهل الولايه الربانيه والصرماديه، ماشي الشيوخ العار وشيوخ الكذب والبوتان وكوبي كولي. عندنا واحد الوصفه اليوم تتخدم قبل صلاه المغرب في واحد السر تطهر البيت من خدام السحر، من الطاقة السلبية، من عمار السيئين، من تجلب الملائكة وتجلب الجن المؤمن إلى المنزل، تكون الرحمة والسكينة والهدوء وشبيه اللي كان فيه الصداع تنزل فيه البركة بإذن الله. عدنا الملح وعدنا الحرمل، حيث آدم عليه السلام من نزل من السماء أنزل معه الحديد والنار والملح. إن الحديد النار الملح النار الملح الماء الملح والنار والحديد والماء قبل المغرب واحد نصف ساعة أو ربع ساعة نبخر، وقبل ما نبخر جوج مواد نقرأ عليهم الفاتحة 7 المرات، إخلاص 7 المرات، فلق 7 المرات، الناس 7 المرات، وملي اللحم في المكان ديال المجمر نقرأ البقرة نقرأ سورة الكرسي 7 المرات. واللي ما عندوش سؤال مرحبا.